مرحبا والله يحيي كل من شرف وجانا عند ابو فهد بحفل سعود والدعوة كريمة طيب وافي ولكن يوم يبدع دعوة نصانا لازم نوفي حقه بالمواقف العظيمة لازم نوفي حقه بالمواقف العظيمة يا بنات الفكر حاتي ما يجيب الدافعية حفل أخوي الليلة حالليلة وراسي شاش راسي القصيد اللي يجيب المفهمة والمنطقية ما يحفزني وانا شاعر بفضل الله حماسية شاعر أبياتي بطولة والمعارك فالحمية واثق بقفي ونجهل قدري وعارف مقاسي اللي ما جيت اكتب ابياتي بلحظه مفصليه قمت اخط البيت كل شامخ فوق الرواسي يا خيارات الليالي اللي تثور بها المنيه كاسبين المجد ما جانا بلعب واختلاسي منبع الاحرار روس الطيب بزمان الونيه ابن منهج يدرس مثلي منهج دراسي يومي وقت السيف الاجرب والليالي الاوليه قبلي تشكيل الحدود يومي وقت السيف الأجرب والليالي الأولية قبل تشكيل الحدود وقبل توزيع الجنازية الحرارة اللي توقد مثل نيران اللضية ادخل بجانب يداح ما تجي جس وعساسية أهل الفعل السمين اللي تذاكرها البرية واحد منهم بوجه المعركة يضرس براسي آخر اللي سيفنا ملح بالمواقف القوية معدن سمع عريب الساسي حلل القضية يومي غير عذره الله يذكره بالخير ناسية وعماير صاحبي وما خوي قدر خوية وعماير محزم اللي سيفي ودرعي وفاسية الخوارص قولي جو بالملاقة صير مية والعمام عيالي عود طيب الرس وسياسية ربع اخواني واخوي اللي مواقف اجرية سن اخاهي ابياتي بلحظة مفصلية قمت اخط البيت كل شامخ فوق الرواسي يا خيارات الليالي اللي تثور بها المنية كاسبين المجد ما جانا بلعب واختلاسي منبع الاحرار روس الطيب بزمان الونية ابن منهج يدرس مثلي منهج دراسي يومي وقت السيف الاجرب والليالي الاولية قبلي تشكيل الحدود وقبلي الجنازية يومي وقت السيف الأجرب والليالي الأولية قبل تشكيل الحدود وقبل توزيع الجنازية الحرارة اللي توقد مثل نيران اللضية ادخل بجانب يداح ما تجي جس وعساسية أهل الفعل السمين اللي تذاكرها البرية واحد منهم بوجه المعركة يضرس براسي آخر اللي سيفنا ملح بالمواقف القوية معدن سمع عريب الساسي حلل القضية يومي غير عذره الله يذكره بالخير ناسية وعماير صاحبي وما خوي قدر خوية